بسم الله الرحمن الرحيم. مساعد الحمام صيع عدل الموثق بهيئة فاس وعضو بالمكتب وعضو بالجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدل. هذا الندوة جاءت عقب دورة تكوينية التي تنظمها كلية الشريعة بفاس والتي تتحدث عن أفق توحيد التوثيق في المغرب، ونحن كهيئة وطنية للعدول نساهم في هذه الندوة بمداخلة حول التوثيق العدلي الواقع والأفاق. الواقع الكل يعرفه بما له وما عليه، والأفاق التي نستشرفها تروم إلى السعي إلى تخليق المهنة والرفع من مستوى أداء المهنة بما يليق بها كمهنة أصيلة عريقة، وبما يليق بها كمهنة التي بواسطتها ننظم عمل التوثيق في المغرب، نؤمن على الوثائق للمغاربة، نسعى إلى الأمن التعاقدي في جميع مجالاته. وكما هو معلوم بأن التوثيق العدلي لا يهم الزواج فقط كما يروج له، مع ما لهذا الزواج من أهمية وقدسية، لكن التوثيق العدلي يهم جميع الوثائق بدءا بالعقل المحفظ وغير المحفظ وفي طور التحفيظ والكلاء المفضي إلى تملك وغيرها من المعاملات، كل المعاملات التي من شأنها أن تضمن حقوق المواطنين والمتعاقدين على حد سواء، بالإضافة إلى ضمان حق الدولة من تسجيل وضرائب وغيرها. وبالتالي فعمل العدل هو عمل شامل كامل. مستجدات هذه السنة كما تعلمون هو ولوج المرأة لهذه المهنة، وما سيكون له من وقع لا على المستوى الاجتماعي ولا على مستوى المهنة في حد ذاتها، لأن ولوج المرأة يقتضي تغيير مجموعة من القوانين بما يسهم في تطوير المهنة واستشراف الآفاق المستقبلية لها بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.